إلى متى سيستمر الهدر والعجز في قطاع الكهرباء من دون محاولة إيجاد حلول فعلية وعملية، ولا سيما بوجود شركات قادرة على الإنتاج؟ الكهرباء قطاع كبد خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دولار منذ انتهاء الحرب، ولا كهرباء حتى اليوم. وزارة تعاقب عليها من العام 1992 إلى اليوم عدد كبير من الوزراء، ولا أفق حل حتى الساعة. فإلى متى سيستمر الهدر والعجز في هذا القطاع من دون محاولة إيجاد حلول فعلية وعملية؟ هل هو قرار سياسي أم أن هناك قرارا بعدم اتخاذ القرار المناسب والاستمرار في محاولة إنعاش جثة هامدة؟ فباعترافات جميع المعنيين، الهدر الحاصل في قطاع الكهرباء يرتب على الدولة أعباء كبيرة. أضف أن لبنان يشتري الطاقة من البلدان المجاورة، وحيث تفوق الكميات المستوردة كل سنة بآلاف المرات الكميات التي تقدرها مسبقا كهرباء لبنان. فعلى سبيل المثال، قدر الإنتاج عام 2007 ب 2409 مليون كيلوات ساعة، فيما وصلت الكمية الفعلية إلى 218 مليون و210 ألف كيلوات ساعة تقريبا. والهدر مستمر في هذا القطاع، فيما باستطاعة المعنيين الحد منه، خصوصا بوجود شركات قادرة على الإنتاج. كهرباء لبنان عم تعطي لي 50 أو 60 ميجاوات مثلا 10 او 12 ساعه بالنهار. اذا انتجت 24 ساعه، هالطاقه عم تعطيها للمنطقه، فيها تعطيها لغير منطقه. بالعكس، بكون انا عم بريح مؤسسه كهرباء لبنان ب 60 ميجا وات، بكون عم بوفر على البنك المركزي بالقليله 50 60 70 مليون دولار، بكون عم بوفر على البنك المركزي، بكون حركت الحلقه الاقتصاديه بمنطقه البقعه، وبكون المواطن عم بياخذ 24 ساعه بكلفه اقل ب 50%، السرقات عندي 5%، كهرباء لبنان 40%. فإلى متى ستستمر الدولة عاجزة عن الجباية؟ الحل كما يراه وزير الطاقة والمياه ألان طوريان أعلن عنه منذ أسبوعين تقريبا. تصورت مثل في عندك سيلزمان على الكوليكشن، تعطي 2 3 4 5 شو ما هو بالمية على الكوليكشن، وعلى السرقة قد ما ننزل السرقة قد ما في شيرينج ما بين المؤسسة واللي عنده الفرانشايز. بهالطريقة كل منطقة بتخلق لك 10 20 30، يمكن كل قضاء، كل بنشوف بنقرر شو احسن طريقة. الجهات اللي عندها نفوذ على الارض هي قادرة تفرض يعني تضب الوضع على الارض. بهالطريقة امننا مصريات الكهرباء. شركة كهرباء زحلة التي حصلت على امتياز عام 1927 أعطاها الحق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في زحلة وضواحي.